هكا نعسوا وخايفين شي نهار غادي نفيقوا والقروصنا طايحين علينا شي حد ميت شي حد نقدروا نموتوا كاملين كاع. مشاركة كبيرة والناس كبار علينا ما نقدروش حنا نواجههم الصراحة. هادي هادشي من الأشغال من الدكاكات وهاد الآلات الكبيرة اللي ديال الطريق ديال بافي. ها هو خويا الفوق شوف شوف قداش شوف نصف الدار 7 متر غادي ولا 8 متر. كانت التراكس كتدقدق هنا في الزرقاء كتقلع وداكشي كاين داك الشركة كاين ديك الآلات ديال الأشغال هما اللي زعزعوا المحل وتشقات لينا المحل وهرب لينا الحيط وتشقق المحل ولينا خايفين انا وليداتي ولينا خايفين اللي يطيح علينا شي نهار وما عنديش انا عائله على قد الحال ما عنديش انا باش غادي نتوجه باش غادي نمشي للمصلح ولا باش غادي ندير شي حاجه ما عنديش وانا مريضه اصلا مريضه عندي 3 مليون عندي مليون في الشهر ديال البرا برا كنشري هذا المليون كندقها في كل شهر. الحيط هرب وبحال بقى من هنايا دافع عليا ومن اللي هرب ها ها انا كنوريك الشقوق ها 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 هو كل شيء ها ها السقف فيه اه ها السقف ها هو فين طاح ها ها هو طاح ليا فوق الحوايج وها هي ناموسيه وانا عسين فوق منها ها هو دابا انا حاطه حويجاتي غير هنا ما بقيت كتناسونا اه كناسونا دابا ما بقات حد كاين العاس مني وليت خايفه ها ما ولاو غير برا في البرد وفي الشتاء ها 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 انت هاد الشقوق ها هي فين هي ولينا خايفين هادشي كلشي غيطيح علينا ها ولينا كنعسوا وخايفين شي نهار غادي نفيقوا والقروصنا طايحين علينا شي حد ميت شي حد نقدروا نموتوا كاملين كاع. انا كنا مثلا كانت الشتاء ودخلنا لك المحل تقرينا فيه راه يقدر يطيح علينا في الليل انا والوليدات هادشي اللي كاين ومحل واحد انت كتشوفي اخويا هاد الاشغال هادو اللي دارين هاد الناس هادو بهاد التراكسات هنايا وبهاد الدكاكه ولا ما عرفت شنو الجرافات وهادشي قالك هنا كاع خلق لينا هاد المشكل هذا ديال هاد الشقوقات هادو اللي هنايا ولا في البيت ولا وحتى السقف راه طاح يعني حنا الان مهددين دابا حتى في الدار ما كنخليوش الناس لداخل. انا والمرأة بعض الخطات كان هي تناس وسطهم هنايا ما عرفتش انا نقول واحد الحاله مع واحد لا اله الا الله محمد رسول الله وحنا رفعنا الشكايه ديالنا للسلطات ونطلبوا من الله حتى هما يديروا معانا او لا يديروا لنا شي حل وكناشد صاحب الجلاله نصر الله باش تحت يسمع لهذه القضيه هذه ويوقف معنا حنا في هذه القضيه هذه لان مشاركه كبيره والناس كبار علينا ما نقدروش حنا نواجههم الصراحه هي هذه الغالب الله ولكن حنا التجأنا للصحافه سيادتكم باش حنا نوضحوا هذا الامر هذا نديروا شي حاجه اللي زعما يديروا لنا حنا شي حاجه شي حل لهذا المشكل. طلعنا سيدي انا الوالده مسكينه مخلوعه هنا سخفانه ماركي ما كذا كطيح لها واحد الدار قداش طاحت واحد الدار قداش طاحت هادشي مناش من هاد الاشغال هادي ديال الطريق كيجيبوا الدكاكه كبيره كيبدا يدقدقوا وهاد البافي تا هو ما مقاد ما والو عا كي دايزين ما كيصاوبوا لا والو شي طالع شي نازل حيت لي صلحناه دابا كان طاح لينا هادشي كامل كان طاح هادشي كامل كان طاح والله الا صلحناه كريدي باقا شي كريدي والله العظيم الله يلا كريدي باش صلحنا هادشي هذا صلحته من المال الخاص بالمال الخاص وراه كاين واحد ثاني واحد الشق ثاني برا على لا برا راه دابا تخرج وتصور وتشوفوا بعينك فينا هما ما داروا واحد الشق هنا وفينا هو الشق فينا هو وكاين واحد الشق خرج ثاني هاو تشوف عاد تشوف ها انت شوف الشق ها خرج الشق ثاني خرج شوف من جايه شوف من جايه شوف الشق ثاني من جايه شوف هادشي راه كامل شوف داروا لنا داك النهار شوف كاع الخطوط عمروا لنا شي بليمون كاع داروا لنا شي خراب داروا لنا الخراب في الزنقه هذه شو واحد الشق شتي راه عرفنا راه عاد شارجم شتي راه عاد شارجم راه شتي من الخارج وتعال شوف ثاني من الليل راه من الخارج تعال شوف ثاني من القنت شتي نهار طيح على شي واحد هذيك البلاصه شتيها شتيها شتي نهار طيح على شي واحد قتلو راه شوف من هنا شوف من تقنيته الشوكه ديالها شتيها. السلام عليكم اخويا جاو صوبوا هنا البافي شي سيمانه دابا وجابوا شي تراكس وقال لك كتفيبري بزاف ووقع لينا ضرر اخويا واحد 5 متر راه القطره كتقطر لينا من الفوق وممكن طلع معايا الفوق كاع ماشي مشكل السوق كامل هذا
من هنا. ايوا خويا هادشي اللي كاين، وقع لنا الشق، وقع لنا خويا شي ما كينزلنا من الفوق، الماء تاع الشتا كينزلنا من الفوق. غنطلعك تشوف اخويا معايا الفوق، يلا معايا. زين هنايا هنايا اخويا، ها الشركة اللي جات اخويا اللي دارت لنا الضرر كامل، جابوا شتراكسات وقع ضرر. انت كتشوف اخويا هادشي كامل اخويا وقع بضررهم، وجاو خلاو هاد الروينه كامله وزادوا. وامين كيتسرب لينا الماء اخويا، امين وقع داكشي اللي شتي لتحت فيه كاين اخويا، كاين هنا كامل كيهبط لينا الماء لتحت الدار لتحت. ايوا هادشي اللي كاين اخويا. يا ابرا سميتها امبريل، امبريل غيسولوا عليها شحال كدير امبريل. كدير ديرها غادي طول حياتي الخارجيه، لانها ما عنديش باش غادي نبدل، باش غادي نبدل، باش نشري الدواء ديالي 3 مليون في كل 3 شهور باش غادي نبني، باش غنصلح ما عنديش. كنطلب منهم باش حتى هما حتى هما الا كانوا هما يعني كبار عليا، على الاقل غير يحنوا فينا، راه حنا ناس على قد الحال، ماشي